في كتار قلقين أنه هل لبنان عشيات الحرب الأهلية وكذا. أنا لست قلق، أنا مزعوج من أنه يكون البلد بعده هالقد يعني في عقول سخيفة وفي عقول مريضة، لكن برأيي هذا يعني هذا لبنان. هل نحن قدام مخاطر؟ لا، يعني بصير أحداث، بصير أحداث. ليش عمول هالحكي؟ عمول لأنه واضح أنه القوات خرجت عن السيطرة، هلأ بلشت هي اليوم تتراجع، يعني بلش يطلعوا بيانات. نحن البيانات اللي بتطلع عننا ما بتمثلنا، لأنه نحن مش مطلعينها، في حدا هيك حاكي يعني من قياداته. وبيان تاني عم بندد بالعمليات العشوائية التي لحقت بالمواطنين السوريين. كويس، عال تراجع منيح، بس ما هذا هو، هي كل وعاء بما فيه ينضح. هاي ثقافتكم، هاي عقليتكم، هاي روحيتكم. ما الإسرائيلي هيك عمل بغزة، وداعش هيك عملت محل محلت، وانتو هيك عملتوا. الرهان الأمريكي كان مبني، أنا سجلت اليوم المشهد الاستراتيجي عن موضوع الحرب، بتمنى يعني اللي حابين يتمعنوا أكثر يفوتوا يحضروا، لأنه أنا حاكي حول أنه في ثلاثية الأساسي فيها عند الأمريكي كان لما بده يخطط لمشكل في لبنان، يربك المقاومة، يتعب المقاومة، مش مراهن على القوات، مراهن على النازحين، لأنه في بنية بقلب النازحين أصلاً. يعني البنية المنظمة والمرتبة بين النازحين ليست من مؤيدي الدولة السورية، البنية المنظمة هي من المعارضة، واللي مجمع فيها 10-15 ألف 20 ألف. لكن إذا خلق مناخ نفسي وعاطفي عدائي ضد المقاومة، وهذا شرط مناخ مذهبي، والمناخ المذهبي مطفي هلا بأيام غزة، ما في إمكانية لإشعاله. قام إجا سمير جعجع وإجت القوات بغض النظر مين بالقوات، وخلق مناخ عدائي بين القوات، وبده ياخذ معه الشارع المسيحي وبين النازحين. خرب لهم اياها للامريكان، يعني بدل ما النازحين عم بده اياهم يتعبوا ضد حزب الله، هلا صاروا انه يا اخي نحن مش عايشين برواء وعنايه وانسانيه ومعامله محترمه الا حيث مناطق المقاومه، ومناكل قتل بالاماكن التي يفترض انه نحن وياهم مننام على نفس مخده. عم بحكي باللي بالمعارضه، ليش اني بميزوا اللي عم بينزلوا وبيسحلوهم بالشوارع بين هذا معارض وهذا موالي؟ والله عم ياخذوا النمره السوريه. فهذا اول جانب. الرهان الامريكي كان على النازحين، ثم القوات تسكر مناطقها تقطعها وتعمل عليها الجيتو، ثم الجيش ينتشر كحل. القوات فاتت بالجيش بالعرض برواية باسكال سليمان، وأنه الجيش كذاب والرواية مفبركة، ولا إلا بالسياسي نقتل المسؤول القواتي، وما بينسرق منه سيارة مسؤول القوات. يعني على كل حال، أنا رأيي أنه مخاوف من حرب أهلية بوجود قوة المقاومة، بوجود الجيش اللي عنده يعني مشروعية شعبية للتدخل. اللبنانيين ما بدهم حرب، البيئة المسيحية قبل الآخرين لا تريد حربا. فلما بينزلوا الناس على الشوارع وقاطعين طرقات وكذا، وبيجي الجيش لينزل، ما حدا بيجرأ يقول ما بدي اترك الشارع. ليه؟ لان البيئة الشعبية ضد ان يبقى في الشارع، البيئة الشعبية مع الجيش مش مع النزلة على الشارع. وبالتالي الجيش معه تفويض شعبي، وبكل الطوائف بصراحة مش بس عند المسيحيين. هلا بيعلقوا بيت عشيرة كذا وعشيرة كذا عند الشيعة، حزب الله بيقول انا ما فيني للقصة، ما في الا الجيش. نحكي بصراحة بلا دولة، يعني إنه يعني مين بيفكر أصلاً إنه يمكن حفظ أمن بدون دولة؟ المقاومة ما بعمرها كان عندها هذا الوهم أو عندها هذا التطلع. شو بدي بالبروباغندا العدائية؟ لكن المقاومة ولا مرة كان مشروعها أن تحل مكان الدولة أو أن تكون بديلاً عنها. فبالتالي إذا نحن قدام وضع بيعمل مشاكل، بيعمل أزمات، إني عم يشتغلوا من يوم رماش وتأليف قصص وحكايات، لكن واقع بيقول انه ما غيرت، ما عملت شيء. المزاج المسيحي العام، المزاج السني، خليني اقول المزاج المسيحي اولا، يكفي انه لا يريد حربا الان. هلا حتى اذا قدروا ياخذوا جزء منه على خصومه سياسيه مع المقاومه وساعدوا الموقف التيار الوطني الحر في هذا، باحسن الاحوال هذا يمكن ان يحدث، لكن لا يخلق مناخ مسيحي يؤيد الذهاب للحرب ابدا. 99% من المسيحيين ما بيقبلوا الحرب، ما بيقبلوا العودة للحرب. الدروز 100% لا بدهم حرب وبدهم تفاهم مع المقاومة. السنة
نسبة 50-60% منهم اليوم مع المقاومة تحت عنوان حماس، تحت عنوان الجماعة الإسلامية، تحت عنوان غزة، تحت أي عنوان، وجزء منهم طبعا مؤيد لحزب الله وسرايا، لكن صرنا فوق 60% تأييد المقاومة، وحد منها الباقي ما بده حرب، يعني جمهور تيار المستقبل، وهذا لأنه أصلا الباقي ما إلهم جمهور، يعني جماعة التغيير ومدري شو. خلص ورقتي يا نصير ربحت مرة ما عاد تتكرر. يعني هلأ أنا رأيي أنه الوضع بلبنان أحسن من 2006 مليون مرة. ب 2006 كان في حصار شعبي وحصار سياسي، اليوم لا، في ارتياح شعبي وفي ارتياح سياسي. وأنا برجع بأكد أتمنى أنه تنجح مساعي لم الشمل بين تيار الوطن الحر وحزب الله، لأنه بتريح كثير وبتخلق مناخ جديد.